تركيز لفريق ليستر سيتي في الدوري، أن تعطي بعض التركيز. عموما رياض محرز ما يقول الأول مر من الثاني والثالث ما عنده مشاكل، ولكن خطأ في اللقطة الماضية، مر في اللقطة الماضية وخطأ حاضر أمامنا، وقيمة هذا الرائع عندما يأتي من الخلف. ما يوقف واحد مع واحد ما ينفع معاه، اثنين مع واحد ما ينفع معاك، لا تسجيله والدفاع كله فازع معاك، والدفاع كله جاي معاك، واحد مع واحد امر ما ياكل عيش امام ريال، ما ياكل عيش امام رياض محرز. تدخل عليه جماعه الكره الماضيه، حاول ملعوبه رياض محرز يحاول امامنا، ومره يعدد بعد ذلك بلسان مشجعي اليونايتد، حصل لو مرت الكره الماضيه، وهنا البطاقه الصفراء حاضر امامنا على اجل يوم. حكم المباراة كاري بازل صاحب 36 عام، وهذا الحكم يعني نادر أن يخرج البطاقات الصفراء، لأنه هذا الراجل من 2012 هذه المباراة رقم كم؟ رقم 44 في تاريخه، وعنده 133 بطاقة صفراء، هذا رقم 134 في تاريخ هذا الحكم. دريك كوتر تمريره سلام بصوره ممتازه تصل الى كاتي، كاتي يلعبها لمحرز، واحد اثنين والثالثه ماشيه وين؟ عطيه ومرت مرت بعد باص المهاري مسارتي العرضيه والتقنيه الدفاعيه، مرت الكره الماضيه، محرز يتحرك، مدينه ليستر كلها تتحرك معاه، مدينه ليستر كلها تتحرك معاه، هنا ما زالت امامنا. وابن الخضر دربه اخضر حتى الان، فيها السلام على المرور، مرمي الاول مرمي الثاني وماشي مع الثالث، والعرضيه ملعوبه، محاوله ومرت الى ديخيه، مرت الى ديخيه، طرف واخر طرف، ليستر سيتي طرف واخر طرف عن طريق محرز. شوف التمريرات، لقطه ما اجملها، والعرضيه بل التسديده بعد ذلك، ولكن ديخيه قال لك كل مره لا تسلم لا تسلم يا محرز. تمريره في المنتصف، كرة مرت وعدت بعد ذلك الاخوان ماتا، هنا الهجمة المرتدة، وهذا هو درب محرز، محرز يتقدم للامام، محرز ماشي وين؟ عدى وفات محرز، مر وفات وعدى محرز، يلعب الكرة امامنا، حاولة المرور، شوفون الهجمة المرتدة، ويا جماعة للمرة الثانية يتكرر هذا النموذج الذي نراه في الهجمة المرتدة. شخصيا أراه من أفضل الفرق الأوروبية تعرف بناء الهجمة المرتدة، لأن عنده العناصر